أهلا، أتمنى أنكم بخير وسعيدين. فيديو اليوم في أكثر من فكرة راح أدمجها في هذا الفيديو. دخلت في أحد الفيديوز عندي ولقيت هذا التعليق: جربي ترسمين وتلونين بثلاث ألوان عشوائية من الماركرز وتحاولين تنسقين بينهم في الظل والإضاءة. شكرا لك أخ سعود على هذه الفكرة. أنا حابة أسوي فكرة الثلاث ألوان عشوائية، ولكن راح أسويها بالألوان المائية. اختيار الألوان راح تحددها عجلة الحظ. وفي شيء ثاني، شفت هذا الفيديو في ريلز الانستغرام، الرسامة لونت هذه الرسمة أو البورتريت في خلال 25 دقيقة تقريبا. ستايل التلوين هو اللي لفت نظري وهو اللي أنا حابة أجربه. أحس في حرية في التلوين بهذا الستايل وكذا، ما في قيود. أنا خايفة أن هذا الفيديو راح يكون كارثي، بس يعني إذا صار كارثي أنتم تنبسطون عليه صراحة. أعرفكم على ضحايا تجاربي، رسمتهم هذا سكتش بوك الصغير عشان أخلص تلوينهم بسرعة، كل ما صغرت الرسمة قلت مدة التلوين. طبعا موزان نكتة القناة فأر تجاربي، دائما أحب أجرب عليه، فطبعا ما يكمل هذا الفيديو بدونه. في رسمة ميهوك خلونا نشوف إيش هي الثلاث ألوان اللي راح نستخدمها. أوكي، اللي هو هذا اللون. راح أحط الألوان اللي راح أستخدمها في رسمة ميهوك على سكتش بوك. اللون الثاني Burnt Sienna، اللي هو اللون البني، بس انه لون بني دافي. خلنا نشوف اخر لون، Cadmium Red Pale. هذه هي الالوان اللي راح استخدمها في رسمة ميهوك. صراحة ما تشجع شوي. حطيت الالوان او عصرتها على الباليت وجلست افكر اي لون ابدأ فيه. الصراحة محتارة شوي كيف ابدأ الون ميهوك. اضفت الموية باستخدام هذه الفرشة او الفرشة، اللي ما يعرفها هي فرشة أو فرشة تقدر تعبيها موية. أنا صراحة ما أفضلها مرة، ولكن كتغيير حبيت أستخدمها. شريتها من زمان من شي إن، والتلوين فيها في هذا الفيديو لا بأس، جيد، عجبني. المهم زي ما تشوفون استخدمت اللون البني في أماكن الظل. بعدين تذكرت وقلت ليش ما أحط تايمر للتلوين، لأن ما بأجلس على الرسمات وقت طويل، وأنا أعرف نفسي إذا غمست في التلوين راح أدقق في كل شيء، ولازم يكون كل شيء مرتب وبرفكت. باللون الأحمر اللي هو Red Deep لونت فيه شعر الوجه، الحواجب، العيون، الشعر. واللون Red Pale اللي أنا أشوفها صراحة أنه كأنه أورنج شوي، لونت فيه القبعة وملابس ميهوك. أدري أدري بتقولون هنوف قلبتي ميهوك، شانكس ميهوك بألوان شانكس. وكذا طلعت الرسمة آخر شيء. طبعا يدي تحكني، أبي أستخدم ألوان خشبية أو بوسكا، أبي أعدل مرة، بس قلت هنوف أصبري، حتى كان في باقي وقت في التايمر، بس أني حبيت أنتقل للرسمة الثانية. أوكي، خلونا الحين نختار الثلاث الألوان العشوائية، أو مو نختار، العجلة تختار ثلاث الألوان العشوائية للرسمة الثانية. أوكي، اللون الأول هو يلو أوكر اللي هو هذا اللون. اللون الثاني طلع لنا اللون بروشن بلو. اللون اختفى يا جماعة، اختفى، اختفاء غريب، مو بقادرة ألقاه. اوكي لقيته، هذا هو بروشن بلو. وآخر لون فيردينيان فيريديان. هذا هو اللون الأخضر المزرق. أوكي، هذول هم الألوان الثلاثة جنب بعض. ما عندي أي توقعات، بس إن شاء الله أنها راح تكون الرسمة حلوة إن شاء الله. استخدمت اللون الأزرق أول شيء في تلوين الظل وتحديد الملامح، بعدين استخدمت لون يلو أوكر على شعرها. حبيت هذا اللون على شعرها صراحة، برضو هذا اللون يذكرني بالخردل أو المسترد. بعدين أخذت شوي من اللون الخردل وخلطته مع الأخضر المزرق وطلعت لي هذه الدرجة، ولونت فيها بشرة المهرجة. كان ممتع تلوين هذه الرسمة صراحة، والألوان كانت ضابطة مع بعض. بعدين استخدمت اللون الأخضر المزرق ولونت فيه شفايفها واللياقة حقت المهرجة. الصراحة أنا جتني فترة مرة أستثقل أني أستخدم الألوان المائية، بس بعد هذا الفيديو مرة حبيت فكرة أني فقط أستخدم ثلاث ألوان وبهذا الأسلوب الحر في التلوين اللي ما ياخذ وقت. خلصت الرسمة وباقي 13 دقيقة تقريبا، بس أني حبيت أنتقل لموزان. دا 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 دا. في هذه الرسمة بقى منها ألوان مائية، فحبيت أني أنقلها لباليت ثاني عشان أقدر أستخدمها في رسمات ثانية. إذا أنتوا شفتوا هذا الفيديو فأكيد أنكم تذكرون شرح هاجر عن هذا الباليت. الحين العجلة راح تختار ألوان رسمة موزان.
اوكي اول لون نفس اللون اللي قبل بروشن بلو هو هذا اللون. اللون اللي بعده بيرنت سيانا اللي هو اللون البني. واخر لون يولو اوكر هذا هو يولو اوكر. وهذه الوان رسمة موزان. ادري ما تحمس شوي. هالمرة حبيت ابدا بالشعر وقررت اني الونه باللون الازرق. فاصل بسيط شيء برا الرسمة شوي. هذا الاسبوع قابلت الفنانة الرهيبة اليوتيوبر ادو. طلعنا انا وياها القهوة وصراحة الجلسة معها لا تمل. طبعا كان لي الشرف ان ادو قاعدة تتفرج على السكتش بوك حقي. في بعض الرسمات تتذكر انها شافت فيديوز عنهم باليوتيوب وبعضهم ما شافتهم او هذه ما حطت على محتوى. وي حتى انا ما اعرفها. هاي نفس الرسمات المتابعين. شكل الفيديو ما شفته انا. يمكن نمت. اوكي. يس ادو من الفريق اللي يتفرجون على الفيديوز حقتي وينامون. اكتبوا لي انتم في اي فريق ترسمون مع الفيديوز حقتي ولا تتفرجون على الفيديوز عشان تنامون ولا تصلحون قهوة أو أكل تتفرجون. علموني وش أجواءكم. أتذكر أول مرة أتفرج على الفيديوز حقت أدو كنت قاعدة أحط ميكوب. طبعا عشان أتذكر هذا اليوم الجميل طلبت من أدو إنها ترسم لي شيء في هذا السكتش بوك ورسمت القهوة اللي كبتها من الحماس. بس الرسمة طلعت مرة مرة كيوت. وأنا برضو رسمت في السكتش بوك حقها لشخصية هي من ابتكارها بس بستايلي. المهم أدو شخصيتها في الحياة في اليوتيوب في كل مكان تهبل. نرجع للرسمة شوي. خلطت اللون الأزرق مع اللون الخردل وطلع لي هذا اللون الأخضر واستخدمته للظل. ولون البرنت سيانا أو اللون البني خففته مرة واستخدمته كلون البشرة وبرضو استخدمته في لون العين. وكملت تحديد الرسمة وهذه النتيجة لكل الثلاث رسمات. هذه أشكالهم قبل الهندسة اللي بتصير بعد شوي. راح أعدل فقط موزان وميهاك. أما البنت المهرجة فهي عجبتني زي ما هي. بالبداية ميهاك حبيت أني أخلي في الخلفية شيء بسيط كذا من اللون الأزرق. بعدين حطيت زيادة شوي من اللون الأخضر المزرق. بعدها استخدمت الألوان الخشبية لونها أزرق وحددت الرسمة بشكل أفضل. بعدها انتقلت لي موزان حبيت أستخدم معه اللون البينك. استخدمت حبر جاف لونه بينك وعلى حدود الشعر تقريبا استخدمت ألوان بوسكا اللي لونها بينك. نفس الدرجة استخدمتها جوا العين. وهذه النتيجة الأخيرة. ترى أحس تقبلتهم بعد ما عدلتهم شوي. صراحة مرة استمتعت وأنا أسوي هذا الفيديو وودي أرجع أسوي مرة ثانية مع ألوان مختلفة مثل القواش ماركرز أو ألوان خشبية. جينا لنهاية الفيديو. أتمنى أن أعجبكم. بليز سوي سبسكرايب ولايك وكومنت وشير وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي.